أمر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بإرسال طائرات مسيرة عبر الحدود مقابل كل طائرة ترسلها بيونغ يانغ. وأكدت وكالة أنباء كوريا الجنوبية أن الرئيس الكوري أمر بإسقاط الطائرات المسيرة الكورية الشمالية إذا لزم الأمر، مضيفة أنه تم تخصيص 440 دولار أو مليون دولار حتى 2027 لمواجهة مسيرات كوريا الشمالية.